شرطي حرامي، ولكن عندك لون واحد يحدد لك المكان اللي تتخبى فيه، وراح نختار اللون عن طريق عجلة الحظ هذه. تفر وراح يحدد لك اللون، إذا طلع لك مثلا لون أخضر راح تتوزع فقط في مكان لونه أخضر، وراح يتغير اللبس اللي أنت لابسه إلى أخضر عشان يساعدك على المكان اللي أنت تتخبى فيه. ورحبوا معي يا جماعة وبصهي وفيرفل وريان. Let's go. يا جماعة عشان أكون واضح، راح تكون 4 راوندات، كل واحد مننا راح يكون دور يكون شرطي. الراوند الأول راح أكون أنا شرطي، راح تكونون أنتم حرامية وتتوزون، وكل واحد راح يفر العدلة ويصير اللون اللي عنده يصير يازميز بنفس اللون. حلو. أنا راح أكون عارف. أوكي. عارف أي بعرف إيه. فر. تعرف اللي بدر. يا رب إيش اللون اللي ببالي. يا رب يا الله. لا ترى غامق. هذا نفس اللون ده. والله العظيم أتوك هنا. يصير عندك شنب فوق. تعال. أتحداك تشيلني. إذا ما قدرت أنا أقدر أشيلك. يلا. إيه أنا بشيلك. لا إذا جيت. أنا بشيلك. لا أنا الأول. أنت ما تقدر. أنا أقدر. وشلون؟ كم كيلو أنت؟ 80. أنا بشيلك. الآن عزيزي المتابع ضروري الآن تشتركوا بالقناة. كويس. ولو قسما بالله يا ريان، قسما بالله لا سووا هذا. خلوا يسلكون. الآن بما أن الحين ما شاء الله تبارك الله صهيب أزرق، الشخص الثاني يلا فاتح يلا على المي. طيب الحين صار عندنا لون زي الكحلي أو الأزرق غامق وأزرق فاتح. يا رب ابعد عنهم. بسم الله. أحمر 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 برتقالي أحمر أحمر. هذا أحمر. يا عيال جاهزين؟ جاهزين. الواحد مع الكاميرا حقته. يلا أنا بروح غرفة صهيب راح أعطيكم 5 دقائق. تمام. وبعدها نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل معي أنك تقدر تتابع الأفلام والمسلسلات والأغاني وحتى الأنمي في منصة واحدة بس، منصة يانجو بليد. جمعت لك كل شيء وداخل الساحة بقوة مرة. الفكرة هذه يا جماعة أنها تجمع لك كل الأشياء أول مرة تصير عندك. وغير كذا يا جماعة، يانجو بليد من كثر ما هم واثقين بالخدمة اللي مقدمينها لكم، معطيكم 60 يوم يعني شهرين مجاناً لكل واحد راح يدخل على الرابط اللي أنا حاطه بالوصف، وتستمتع بالأفلام والمسلسل والأغاني والأنميات وكل الأشياء اللي موجودة بالتطبيق هذا. وغير هذا برضو يا جماعة، التطبيق تقدر تلعب داخله. معقولة يا بدر؟ فوق الأشياء اللي أنت قلتها تلعب. أيوة تلعب داخله. وبرضو يا جماعة، يانجو بلاي متقدمين على العالم وضايفين الذكاء الاصطناعي في التطبيق حقهم. طيب بدر إيش فايدة الذكاء الاصطناعي؟ دائما نسمع فيه. أضافوا شيء اسمه ياسمينة. بكل بساطة إذا أنت منت عارف وش تتابع وإيش المسلسل اللي أنت تبغى تشوفه، تكلم ياسمينة وتعلمك إيش أنت تبغى تشوف. فحتى هم التفكير شالوا منك وريحوك. ويمديك تستخدم يانجو بلاي على المنصات هذه، على الاي او اس وعلى الاندرويد، وبرضه موجود على سمارت تي في. وبرضه اذا انت اشتركت يمديك تعطي الاشتراك حقك الى 4 اشخاص غيرك. انا حاط روابط كلها موجوده بالوصف، وجرب انت الكسبان في النهايه. والان اخليكم مع المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يا جماعه والله في ستار هذه، ايش رايكم؟ بس بروح ادور شيء ثاني. طبعا انا اللون تاعي شباب بيحكوا قاعدين ازرق. والله يا جماعه انا ماني ازرق، لوني كحلي. خليني افرجيكم ليش. شايفين هذا اللون؟ هل هو مطابق مع لون الباب؟ نعم صحيح مطابق. طب افرجيكم لون ثاني كمان وانا قاعد بلبس. شفته والله طالع عامل انا. هلا والله. شايفين الارض لونها كحلي؟ لونها والله مطابق مره. ها نفس اللون. فهذا لوني انا بكل اختصار، يعني اروح اي مكان في القصر انسدح على الارض، هذا لوني. المرة هذه في شرطي حرامي أتوقع أنها صعبة، ما هي سهلة، لأنه الشخص محدود بلون واحد لازم ولازم يتوزع على حسب اللون حقه. فيعني الآن لون الأحمر عند ريان أنا أتوقع أنه لون صعب، أحمر ما يقدر عليها، واللون الأزرق فيرفل وصهيب ألوانهم قريبة متشابهة، فأتوقع أنهم ممكن يتوزعون مع بعض، أو أنه في واحد ممكن يتوزع يعني على الأزرق، يا أنه عند المسبح لأن أتوقع على نفس اللون. ما أذكر أنه في مكان بالفلة تقدر تتوزع بلون أزرق. والله أتوقع أنه بيبتلشون. أنا خوي وش جاوك؟ اسمع ركز معي سهرني. إيوه بالله ما هو مطابق اللون إلا والله بس كده كحلي. خلص أصبر يلا أوريك هذه كمان. وريني هذه. انت ورا الستارة. اي ادري بس فيك فطين. اكون ورا الباب. انا اكون ورا الباب كحلي. انا بروح ادور شوية
واللي بيخلص الوقت. طيب شو اللون اللي انت مختاره؟ طلع لك لون الاشتراك. دي الزمه يلا. هذا الازرق حلو. اسمع اسمع والله فكره حلوه. اجلس ايوه اقعد على هذه تمام، وكب الشراع كامل، غط الغط اكثر من مكان. ايه طيب، بما اني انا الان زابن زين، اسمعوا ابغاكم تسوون شيء دام اني انا منزلح الحين متعني اني زابن في المكان هذا. اول شيء اشترك في قناه ابو نوح، بعدها راح اشترك في قناتي، بعدين ارجع للمقطع. اوكي خلص الشيء الاول. الشيء الثاني، اذا جيت تشتري من متجر باور للاشياء الجايه مره قويه، استخدم كود B7 وFR تمام. روح اتخبى ورا الباب، في لون احمر هون شايفينه ولون ازرق، فعليا بقدر اتخبى انا وريان هون، واحد هون واحد هون ورا هاي. او ماي جاد ديم، بقدر الف هيك. اصبر اصبر صبر صبر، بوريكم افرجيكم. دخل هذه لجوا، بعدين اجي داخلها. هاي جماعة هاي الدحوم، اتوقع دحوم بيزعل. بدر يا جماعة طلع الكاميرا الفها، انت تشوفه وانا بنفس الوقت اشوف، لانه في بكون هيك شو اسمه شاشة موجودة. شو هل هو جاي؟ بقدر اكتشف المكان. طبعا في كلام بخاطري انا بقوله، شكرا لكم يا جماعة. طبعا في شيء انا بخاطري انا بقوله، شكرا لكم يا جماعة على الدعم اللي انتم جالسين تسوونه لي، سواء من لايكات، سواء من اشتراكات، سواء من كتابة كلام، كومنتات حلوة. هذا الشيء قسم بالله يسعدني، وبإذن واحد أحد أني أنا وياكم راح نحقق هدف السنة هذه، وبإذن واحد أحد أنكم راح تشوفوني درع 10 مليون، بإذن واحد أحد أنكم تذكرون أني راح أسويه، أني راح أنام عليه. اللي ما أشترك مخلينا والله، للي ما اشترك يضغط زر خلاص، للي ما اشترك يضغط زر. هو يقول اشتركوا. اي هو تبون 10 مليون؟ اي والله قهرني، اقسم بالله قهرني، برب الكعبه انه قهرني. باذن الله باذن الله نوصل 10 مليون خلاص. ها ويبا تثق ولا ما تثق؟ والله اثق. تحس اني ذكي ولا غبي؟ لا ذكي. الله يسلمك. ما عليك. وين؟ تخسي. حمر وجهه يا جماعة. أقدر؟ ورب الكعب إنها حمر. حمر يا جماعة. لا لا. هذه ما تروح. انبطح انبطح انبطح، هذه ما تروح ما تروح. انبطح. كيف؟ يلا وربي إسطورية. شوفوا أحمر أحمر. شوف اسمع، بقفل عليك تمام؟ إيه قفل. وربي يا جماعة المخبى حقي، أعوذ بالله. اقسم بالله وفختي عزوز ورب البيت. 5 4 3 2 1 بدينا. يلا طبعا يا جماعه، بما ان بدينا انا عندي 10 دقائق فقط اني القاهم، ضبط المؤقت على 10 دقائق، فعندي 10 دقائق فقط على اني القاهم كلهم. فبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، يا رب يا معين عنا. طيب اول شيء انا اتوقع انهم كلهم في الدور الارضي، ما اتوقع احد راح يكون فوق. احس ريان قفطتها سهلة مرة. ريان عند أحمر، ريان مو هنا. شفت ريان؟ ها؟ عزوز تعرف وينه؟ والله والله ما يدفع لك، والله ريان طفران زود، والله والله أنه طفران، ما يدفع لك، أقسم بالله ما يدفع لك، أنا أعرفه صادق، والله ما يدفع. تعرفه؟ 50 ريال عشاك غداك وذا علي. أنا بتغدى الحين، تدفع لي غداك؟ والله أدفع والله. بدك تلميحة طبعا معي. تلميحة تلميحة. مكان غالي. سيارة؟ سيارة غالية. لا مكان غالي. مكان يعني اكثر من شيء فيه موجود فيه. اخ يا اخي ما ادري ليش اشم ريحته هنا. الستاره هذه ما تحس ان فيها وراها احد؟ ها عدنان احس انها منفوخه يا ولد، احس انه هنا. لا والله اني توقعت ان هنا قسما بالله. ستاير ما فيها احد، ما في احد. اصبر بس عن قولة الخاطر لا يكون زعبن هنا بس. لا ما في حد يا ولد، ما قدرت يا ولد. هناك شيء احمر، انا ابغى اطلع ريان، ابغى اطلع. عزيزي المتابع لا تنسى اللايك والاشتراك، شوفوا اخليكم تشتركون صح، تحدوني.
لا هلا والله توقعتك ريان عم برن بقول لك يا هطف وينك طولت تعال الحمد لله الاول تعال اطلع 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 انت اول واحد ماسك بسرعه اطلع الاول بسم الله تعرفون منك ريان بدر يا سمي يا تاج راسي يا من احلى شخص شفته بحياتي اليوم ريان شفته مطوط هنا هنا يا رب سوري اقسم بالله اني سوري يا الله ما شفته الو هلا فيرفل هلا وغلا خلص وقتك لا باقي لي نص الوقت حبيبي بلقاك الان I'll find you الحمد لله شاف خلص الوقت خلص انا اجيبك واهلك والقاك غصبا عنك ايه اخضع لامك غصب القاك انا هنا الشرطي اللي يتلك مع اذنك واجيبك على خشمك اجرك در ايه اخضع ايه باقي فيرفل اظهر ويبان وعليك الامان يا خواف يا قبان اظهر وينك يا مستخبي؟ اظهر يا متخفي. اظهر ويبان. اظهر ولا طلعتك غصب عنك. وينك؟ يا المستخبي وينه؟ اقوله هنا؟ يا الله دام انه ما في احد هنا ابى ارمي اغراض اجل هنا ابى اذب الاغراض ابى اذبها ايه لو تبيني احلف من متى انت في القصر عشان تعرف المكان هذا؟ شلون انا ما اعرفه؟ اطلع خليك تطلع اطلع باقي على وقتي والله شوف كم باقي يا معلم شوف كم باقي اقسم بالله وورد ريكورد سبحان الله طلعت على طول جيت المكان هنا يا الله وورد ريكورد ازرق وانت اول مره وورد ريكورد والله وورد ريكورد يلا دورك اتحداك اقسم بالله اتحداك الحين ترى كلهم بيغيرون الوانهم حلو يعني برضه هم بيفرون يلا بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين اخبر يلا وين الاخضر؟ يعني يا شرطي وين ملابسك؟ يعني يا شرطي ما في غير مكان واحد فيه اخضر ولا انا ابو نوح صار اخضر هلا سهله اشتري واللون اللي بعده راح يروح نفس اللون تقريبا شبيه نفس اللون اصبر ورب الكعبه عندي ايه؟ لون بس مو موجود هنا تكفون وش اللون طيب؟ لازم نوقف طيب وش اللون؟ وانا اسود بس لازم تلبس اسود ما في لبس اسود لا لبسي اكبر ايه تلبس اسود إيه اسود باسود كل شيء اسود باسود إيه خلاص تمام حتى قناع اسود عندك قناع ما ادري حرام تمام ما عندي مشكله اسود طيب غير رح. صهيب بدك لون زيه لا تمام دلف بيدي يلا خسرت والله جامد صح اي حلوه اجنبي اخضر يلا تحلب يلا تعال قبل شوي طقطق وين راح يلا اخضر تعال معي يلا اخضر يلا خلينا نشوف طبعا الحين وين راح غرفه صهيب اي بغرفه صهيب يلا مصور تعال شوي مصور دقيقه بس باخذ لي سناكات بسم الله عجز اخذ السلم كل لون فعليا الان موجود بالالوان انا من هل محدد وين اروح عنك وين عنكم بروح انا بقول لك انت وين في الجرين سكرين باخذها حلوه عرفت ابلفها اقدر اروح اي مكان ابغى طيب انا وين انا في المطبخ هل في لون لون اخضر في المطبخ لا ما في ولكن موجود علم السعوديه بتخبى داخله ممتاز موجود هون العلم بقدر ايش اعمل احط هذه الطاوله بقدر احط هذه الطاوله هون ان شاء الله اقدر اسبن السلام عليكم مانجو جرب كل تبي تجرب بطاطس ولا لا هنا انقلع شلون بعيك شلون عيبك تجرب ما عنده سمكات بيدار كله بيطلعون فيني ايش فيهم؟ ايش فيهم ذولي؟ اقسم بالله يا
يلا لازم انت تذبني. يلا تذاوي يا تادري الزبنة ورب تاريخية. طبعا جاني خبر ان في سناكات مزبلة بغرفة دايرو. من اللي علمني؟ مصور. وانا جوعان صدقه. يا مصور قول والله العظيم ان بدر ما غش. خليني اسولف بس ولا قاعد يدور طمي غش. وكلتك وشربتك هو ما وكلك وما شربت. والله لك صادق. لا مو هو يدور. يعني هو زابن بالخمس دقائق الاولى. لا في لعبته هو الان يوم كان يوم كان شرطي كان يطالع يدور كذا قاعد بالغرفه ايش كان يسوي؟ قاعد يسولف وما صار عليه من؟ ابى اشوف العشب كامل راح يعطي نظره كويس يا اخي اقسم بالله العظيم احس العشب هو وش بيفكر؟ بيقول اوه اخضر معناته عشب ولكن بيتوقع يعني عرفت بيتوقع اني متوقع انه متوقع عرفتوا؟ بتوزع هنا كويس زاوية الباب كأنه يعني خردة جنب العشب وما يتوقع توقع إنه ما يتوقع إني ما أدري والله إني ما أدري أنا يا جماعة داخل العلم أيوه فهذا داخل العلم والله ما عارف إذا مبين أنا مبين شايفيني إن شاء الله شايفيني اتوقع مستحيل يجي يدور هون المطبخ ما فيه لون اخضر معروفه ابيك تحطها هذه كانه تلعب عليك كانه واحد متوزي في الزاويه هي هذه هل انا غشيت لا طلع لي فوجي شكلي عرفت مكان نقطه عمياء ما يقدر يشوفني نقطه عمياء يا جماعه نقطه عمياء هذا المكان نقطه عمياء اذا انا منبطح إذا أنا منبطح نقطة عمياء وقسماً بالله أخي الشمس والله يا الشمس والله إني تحديت دحوه وأنا قد تحدي حقي اقنعتني لون اختاره هنا لعله زل شوي يا أخي أقسم بالله جاي مو طبيعي الله يسعدك يا شيخ عبود إذا دحوه دخل كحة لا توضحها تكفى عبود تكفى لا ايه انا اسمع المزبل حقي قوي لازم افوز فيه في المقطع تكفى لا تلمح لابد عندي الان 10 دقائق صح؟ هذه 10 دقائق بدت عندنا كان الان الاخضر ولون الاسود ولون اثنين اخضر وواحد اسود صح؟ اول شيء بدوره اللون الاسود الاخضر بخليه متاخر شوي هل من الممكن راح السطح؟ خلونا نروح السطح ونشوف هو امس مصور سناب في السطح ممكن لقى له مكان يا الله يا رب انه ما يشوف النقطة العمياء في السطح يا ربي ده في السطح عشان يشوف عشان يشوف كل شيء قاعد ادور الاماكن اللي اقدر اشوف فيها لون اسود من فوق ما نقدر نلقى فوق هناك ولا نقدر نلقى فوق هناك هناك لازم نشوف بس ما في خزان تفضل اسود اثنين اخضر اسود اثنين اخضر اسود اثنين اخضر اخضر بالعشب ما عندنا لون اخضر هنا غير العشب هل ممكن زابرين في العشب ممكن السلام عليكم ريان جاء هنا شفت ريان خلاص لا بس خلاص عزم اكثر شخص صريح الحمد لله بفوز والله بفوز طبعا انا داري انه مو بهنا يعني مو بعباطه الصدق يعني ما هي بعباطه هي داري انه مستحيل يكون هنا شوف الله يا رب يشوف يا رب يشوفني شوفك ايش فيك ها؟ الغرف مسموحة ولا مو مسموحة؟ لا مو مسموحة مو مسموحة صح؟ يلا قال لكم نقطة عمياء أقسم بالله العظيم نقطة مستحيل مستحيل يا أخي وين؟ يا أخي وش؟ وش ذي؟ يا
ولد اقسم بالله تعبت والله والله العظيم تعبت. برق برق وينهم؟ برق برق وين؟ احلف بالله انك ما تعرف والله العظيم تعرف وانا شايفك وانت تساعدهم وانا في الصف فوق وشايف بتساعد بدر. باقي دقيقة انا ابغى بدر ما ابغى باقي بس وين بدر؟ هو وعلى على على مو مكان انا ابغى اعرف وينه. وين وين؟ والله شفت اخذ الجرين سكرين ايه؟ نعم حبيبي طفشت وانا ادوركم والله قسم بالله المكان مره كبير ما لقيت احد ما لقيت احد قسم بالله المكان مره كبير يا عمي تعبت طيب باقي دقيقه والله مو طبيعي والله طفشت اقسم بالله العظيم طفشت وانا ادور في مكان انا ما اعرفه صدمتني والله ليه والله ليه باقي 20 ثانيه 30 ثانيه قل لي والله واحد قدامك اسالك بالله سلطان 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 احلف والله انك بطني بسبت سلطان والله بقيني 4 ثواني تخسي تخسي ثانية واحدة شوف اسمع لا انت روح الحيلي ايه الحيلك تدري انك جيت من هنا وانا منبطح انت جاي من هنا اقسم بالله العظيم انا لو اني ما قلت لسلطان شيء عدنان شافني انا هناك اشوفه يضحك قلت ايش فيك قال يضحك قال لي كذا قال لي انت اعمى قلت تمام انا اعلمك وارجع ادور كل مكان رجعت له لا عشان كذا قال اعمى قال انت اعمى لان انا اتوقع اني شفت كان ريان بس ما صدته يا اخي تخيل انا من هنا منبطح وانت جاي هنا قال مر ودخلت الغرفه انا مشيت كذا دخلت ايه ودخلت الغرفه انا ناظر يا عيال رب الكعبه ما شفت ورب الكعبه اني ما شفت بالله مو مطعم يا اي أيوة والله الان انا مو هنا موضوع دورت كل مكان اسود وين ممكن يكون ريان اذا انه راح من جهه خالد بلو من السطح ترى ممنوع عليه غرفه خالد بلو وصهيب ما ادري وينه يلا والله عرفت وين تعال تعال تبي اصدمك ايه انا وثقت في ازم ازم ايش قال لك قال لي لا ما في حد هنا يمكن صادق رب الكعبة اني زعلت على ازم الان انا تكلمت كلام قلت انا اثق في كلمة ازم والله العظيم انه كسر ازم ما يدري لا يدري لا تخرب اقسم طيب صهيب ما ادري وينه والله صهيب ما ادري وينه صهيب انا عارف يا عيال المكان ذا ممنوع ممنوع ذا المكان ما خلصناه تبي تقنعني الان انك انت ما تعرف ان ريان موجود انا والله العظيم اني قلت كلمه ومتحسف اني قلتها ما يعرف قسما بالله قال انا ادري انك داخل زين قلت الكلمه اللي يقولها لازم بثق فيه شفت يوم جيت ايش قلت انا قلت هلا بعد تمام لا تمام شفره ثانيه ايه اذا جيت ايش نقول واحد اثنين اشغلتنا قوري يلا دحوم انت احمر بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا معين يلا يا اخي عجل يا الهطل اصبر يلا ولك اسكت يلا اصبر طيب طيب اسمع ابصير إيه؟ وزي ما لقيتك انا شرطي ابن امك إيه؟ تلقاني وانا اصفر اصعب لون يلا صحيح انا خوي احمر برتقالي ايه طيب ركز معي في امي انت وفقت ايه سلام عليكم خوي وشو احمر انت اتفقت حكيت بتاك اسود صح؟ ايه وفق ابغى برتقالي هو بالنهايه على حسب الحرامي اذا وفق ايه تعرف ليش؟ عشان مانجو اللي عندي استخدم عشان يصير لونه برتقالي ايه عشان نطقم انا ومانجو خلاص حبها حب يده ولا ما في برتقالي يلا حب يده ما خوي خلاص برتقالي يلا اصفر احمر برتقالي واضح الالوان واضح طيب ركز معي وضوح الشمس ركز معي ايه؟ يمينا بالله لا اكسر عينكم طيب اوف 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 اضرب يا اخوي
اطلع فوق. اطلع انت 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 ضد الشرطي. اطلع فوق اطلع فوق. يلا يلا اطلع. يلا يلا عم نبي نروح مكاننا. يلا يا اخي انا بروح من عندي حتى انا عارف يا جماعه وين بدي اتخبى وراح اصدمكم جميعا. تعالوا افرجيكم. انا عندي مكان استراتيجي قسما بالله استراتيجي. مكان متحرك متحرك. انا ما اثق في صهيب صراحه ولكن مكان متحرك. المصعد يا جماعه لونه ذهبي. راح ارقى وانزل ما راح اخلي. وين الشمس؟ في شمس ضربتني اخ عيني. كفت صدر ناوي يتخبى هنا اقسم بالله. أرجيكم الآن مكان سري. أتوقع شفتوه من قبل. يا ما شفتوه. هذا يا جماعة المكان إحنا ورا القصر. حلو؟ وهذا السور خلص توصل للشارع بعدين. ولكن ما بتعرفوا إذا ما خاب ظني أنا شفت في المكان الثاني. هذا خربشت فيه. جيت على المكان الثاني. المكان الثاني موجود بلوكات الحظ تاعتي. بلوكات الحظ إيش فيها؟ فيها بكسلات ألوان. ولون من الألوان موجود برتقالي. يعني موجود أصفر برتقالي أبيض ثلاث ألوان. يعني فعليا لو عندي أي لون من اللونين هدول ثلاث ألوان أدخل داخل بلوكات الحظ وأتوقع مليون بالمية مستحيل يلاقيني. يا جماعة لقيت شبك. والله العظيم يعني لقيت شبك. هون في أغراض محتويات مرمية أبي أخذ هاي. إذا ما لقيت بلوكات الحظ على طول بلبس هذا الشبك وأحطه على نفسي. ولا منظر ولا حبيبي. كلهم يشتركون. يلا ألو إيش في هذا السرابكة؟ كلهم يشتركون. كات أهلا وسهلا بدر. بدر أنت بتجلس هنا؟ بدك تكون موجود هنا؟ بالله شوف اسمع أنا بكون بالمصعد هذا. إذا ريان نزل من الدرج قل لي برق فوق. أنا في المصعد. أنا لوني أصفر لازم أزبط عن ذهبي. ابن أمي يلقاني ابن أمه. وضعي ممتاز ممتاز. هروب كبير. أنا الحين وش مسوي؟ هذا الزر مثبت عليه يعني مستحيل يتقفل الباب. بنتظر ما بك شيء وبندور. فالحين وين ألاقي أصفر؟ أصفر بالفيلا ما لقيت. يمكن ستارة. برتقالي ما في. برتقالي حرفيا يا جماعة ما في أي برتقالي. أحمر فيه. ستارة أتوقع دحوم بالستارة. والله يا جماعة أغراضي البوكسات مأيومة ما هي موجودة. شوفوا فعليا قاعدين بنطفوا المكان. بنطفوا أول بأول برموا الأغراض أول بأول. فاللي بدي أعمله إن أجي في مكاني هذا الجميل. المكان هذا الجميل شو أسوي؟ أفك الشبك وألبس الشبك. صار لوني شو؟ برتقالي. بس ما بين الأغراض هدول بهذا الشكل أنا خلاص تخبيت. أبعد هون. حلو. أنا شبك. اشربوا مويه يا أخوان ها وصلوا على النبي واستغفروا. خلص يلا همشي. بيسوي حركة أسطورية أتوقع ما تسواها. أم القهوة والله حسيت بدر هنا يا أخي. أصفر الصصير أصفر صح؟ صح ذهبي. وليش واقف؟ على ما ننتظر. لا تنسوا كود بي 7 في المتجر وفي كل مكان. أقسم بالله العظيم إذا شفتكم أنتم منشنيني وأنتم حاطين الكود بي 7 رب الكعبة يا جماعة. أنا هالموضوع والله العظيم إنه يفرحني مرة. قسما بالله يفرحني. كل ما شفت أسامي مكتوب بي 7 والله العظيم إني أفرح. فعسى الله هذه دعوة خاصة لكل شخص دائما يستخدم كود بي 7. عسى الله أن يفرج همك ويوفق دربك ويرزقك الجنة يا رب يا كريم. والله صوت ريان قريب مره.
كوره يا اخي دقيقه اصير بدي كوره انا اليوم يا اخوان نسيت العب كوره. لا تمسكني. ليه امسكك؟ اه ليه تمسكني؟ مسوي مرمى؟ الثاني مسوي مرمى؟ ايه شبك السمك هذا جميل سمكة كبيرة. كم باقي وقت؟ كم باقي لك وقت؟ الكلمة كم باقي لك وقت؟ اذا انتم تشوفون يا عزيز متابع بنام والله ذكرنا سرير. يا الله دحوم والله باذن الواحد الاحد اجيب لكم رقم قياسي. يلا كم انت لما لقيتنا؟ باقي اربع ثواني على فيرفي. اربع ثواني؟ على طيب. واحد. يا صهيب طيب دورك. ما تدري قديش صعب الموضوع. والله صعب. اصفر ايه يبغى لك ربع ساعه تدور. اصفر. اصفر على نفس لون. عادي. انا. دحوم. دحوم يا دحوم. اصفر. ثاني. اتحاد ايه؟ روح اتحدوا مع بعض يلا. لا قصدي اتحدوا في اتحاد اصفر. ايوه. اوه بغت تصير ثلاثه. احمر احمر. تبغى برتقالي؟ طول المقطع احمر. اخويك يبغى برتقالي. يا اخي لبس برتقالي يا اخوي، خلنا نلبس نفسك. خلاص روح يلا البس. جاهزين؟ جاهزين. ضف وجهكم، حمسكم واحد واحد، لقيتكم هيك. يلا يلا. اكل اكلي؟ لا. اكل اكلي. ريان اكل اكلي. ريان اكل اكلي. صح وهنا اخوي. اسمع الان انا هذا الكلام مو للجمهور، كلام لك عزيزي المصور. ركز معي كثير منيح. ابغى وبدي I want إنك يكون عندك لياقة أكثر بهذا الرمض فقط. ليش؟ لأنه حضغط سبرنت فول سبيد. فول سبيد دبر لي كم ثانية أمسكها صغيرة دبر لي. أبي أركض أبي أجيب رقم قياسي. تم؟ كفو عليك يا حيال. أنا في خاطري حقة المصعد. إحنا أصفر صح؟ أنا وياك أصفر صح؟ إحنا شمس نروح في الدزب عند الشمس فوق. انت تدري وش انت نروح. يا المصعد المصعد نركب نركب لا ما ادري الين اقسم بالله يزي وين تطلع الدور الثاني الين يجي اول ما تسمعونه. ايوه هذا اللي نبغى نسويه. والله ما يفوز قلت انفنت لا لا ماني النهايه. انا قبل شوي حاط الزر كذا ما ادري هو الغبي. طيب ما يقدر ننزل كل شوي ننزل يا حمار خليك من الدور الثاني. الدور الثاني الدور الثاني الدور الثاني والله هذا ذهبي حتى اصفر. تعال تعال منقى تعال تعال. هلا والله هلا مرحبا يا مرحبا هلا. طبعا هذا منقى يا جماعه ما بيعرف طير الجميل. طيب الحلو انهم في اثنين لونهم اصفر حلو وخوي لونه برتقالي واللون البرتقالي فعليا ما في قليل جدا جدا اللون البرتقالي. لما انا تخبيت ما في واللون اصفر بس اصفر ايش في اصفر وين يتخبى؟ يعني انا كل غرفه ادخلها اركز على لونين برتقالي اصفر اي لون ثاني بالغرفه ما يهمني فعليا اي شيء لونه برتقالي واصفر لان فعليا هذا اللون جاذب. شوف لما العبه هيك شوف يا ما شاء الله يكبر راسه يكبر راسه يصير منبوش حلو منظر يطلع. يا اخوي شوف ايش لقيت لقيت على دبه. ابغى اخلي صهيب يلحقني ليه ما يمسكني وربي. يا اخي ما فيها اسمعني شرطي حرامي شرطي حرامي احنا انه اصلا سابنين هنا صهيب بيجي من هنا اول ما يجي يقول انحش بس قل كذا انحش اي قل انحش خليك 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 اذا 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 قال صهيب انا نحط الطر. طبعا يا جماعه التايمر تاعهم خلص من وقفه ومشغل تايمر جديد اول ما افتح الباب وادور مانجو مع السلامه خليك هنا. بدأنا التايمر 10 دقايق اول شيء نجي نعمل هون شو سكرين نبحث عنهم من فوق البحث السريع للمكان الكبير ما شاء الله والله لانه القصر يا جماعه والله مره كبير وصعب انك تلاقيهم. اوكي
شايف العامل قاعد مناظر قدام. يلا الان اللياقه، بسم الله. شوف خويي، شوف شوف خويي، بسرعه بسرعه، شوف قاعد بتمشى مش معبر احد. انا على التايمر، انا مشغل تايمر وخلص، رايح على المنطقه المعاكسه. امشي معي، امشي امشي امشي، بسم الله. ندور نبحث، عندنا اثنين لونهم اصفر، واحد لون برتقالي. اللون البرتقالي جدا مميز خويي، اعرفه من بعيد. لف على المنطقه هاي، فبنروح من باب الورا. مشحونه كل، بسم الله. هلا بالعيال. يا ولد تعال، هلا بالحب. امسك شوية، قوم شوية يا اخي، قوم 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 قوم. شكرا 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 خويي، بسم الله. بسرعة 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 بسرعة، احسن من ركض ما اتعب. ادور سريع، شك ان حوالين القصر. اوكي الان بحث داخل القصر، خلاص نخارج الان داخل. وينك وينك؟ اهين الصوت. انا هنو داخل المصعد، شوف يا اخي صوت ريان فوق بنادين حلو، والمصعد واقف، المصعد لونه اصفر، والله قاعد بسكر فمه قاعد فوق. ابى اطلع الدرج، ان ما لحقت الكاميرا بتصورني. هاي انا بعمي انا نزلته يا كلب. اتمنى ان اعجبكم المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك، شوفوا هذه النقاط. يا اخي انت اخر واحد، والله اني قدس غصب عنك، تخسي وعينك مكسوره. انا مسكت الكل في سب مع جمهور، شفنا فوق مواقف ايزي مهما كانت، لا متعود معاكم ما تكفي الارض، ونبغى زود دامك حافز كيف نصير لطموح حدود. في سب عم ايلمنت بدي على